مع التقدم بالعمر غالبا ما تتضخم البروستات لدى الرجال. عموما هذا التضخم طبيعي إلا إذا شعر الرجل بانزعاج من جرائه، حينها تصبح الحالة مرضية. العوارض بتمتد من صعوبة بالتبول لعملية تقطيش بالبول لأي مشاكل تانية بعملية التبول. مش أي تضخم نعتبره هو مشكلة للرجل، وهيدي شيء كتير مهم إنه الرجال يعرفوها، لأنه أي رجل بيروح بيعمل تشيك أب حيلاقي إنه البروستات عنده متضخمة. والمشاكل اليوم صار لها عدة طرق لنقيسها. تخطيط البول شيء كتير مهم إنه الرجل يعمله مرة بالسنة لحتى اللي يعرف بين سنة وسنة كيف عم يتغير عملية التبول عنده. وتاني شيء عملية تصوير بسيطة هي تصوير بالإيكو. بعد تشخيص الحالة تبدأ مرحلة اختيار العلاج الأنسب للمريض إلى جانب الأدوية. البروستات كانت دائما هي مصدر خوف عمليتها للرجل لما ينتج عنها إمكانية فقدان القذف لدى الرجل. بالتالي اليوم نحن عم نطرح حل جديد، جهاز جديد بيعتمد على تدويب البروستات بالبخار. نحن بنقدر عبر النضور نفوت على البروستات ونشكها بإبرة مثل الدبوس ونحقن فيها كمية من البخار. هالبخار بسبب درجة حرارته العالية بيؤدي لعملية مسميها نيكروزس. هالعملية هي قتل الخلايا، والخلايا ببلشوا يموتوا على فترة زمنية عبارة عن 3 شهور. الرجل ما بيفقد القذف. ريزيوم ثيرابي تساعد في ذوبان البروستات وتوسيع مجرى البول. المدة التي تحتاجها الجراحة 15 دقيقة، ويخرج المريض من المستشفى في اليوم عينه.